السلام عليكم، معكم الشيف صلاح البتني. اليوم راح نحضر معكم وصفه جديده اللي هي حميص نتاع الاعراس. انا راح ندير لكم بطريقه جد سهله وبسيطه وكميه قليله، واذا كان عندكم انتما فرح او مناسبه ممكن تضعفوا المقادير. خلينا نمر طريقه التحضير وما هي المقادير اللي نحتاجها في هذه الوصفه. عندي لهنا ثلث فريسان او ثلث قرون نتاع فلفل حلو، عندي لهنا قرن فلفل حار، عندي ربع سنات او ثلث سنات نتاع الثوم، عندي لهنا فلفل عكري او فلفل احمر، عندي ملح، وعندي زيت الزيتون. انا لهنا استعملت زيت زيتون الحره، نتوما ممكن تستعملوا الزيت العاديه اللي تتباع، يعني زيت الزيتون اللي تتباع في المحلات، مش شرط تكون الطبيعيه او الحره. دوكا راح نمر معكم طريقه التحضير. اللي هنا واش راح ندير، نحكم الفلفل تاعي، نحيل هذيك الزريعه كما قلت لكم، نحكم الفلفل تاعي، نحيل هذيك الزريعه، بهذا الشكل. ممكن يعني تخدموا هذه الخدمه، يعني في الاعراس حنا نخدموا بهذه الطريقه، ما نخدموش بالموس لانه الموس راح يدي لي وقت كبير. شوفوا كيفاش نضغط بهذا الشكل. اذا هكا، ما يشرط يبقاو لي حبات نتاع الزريعه، ما يش مشكل. نكمل ايضا مع الفلفل الحار نفس الطريقه. لهنا واش نحتاج، نحتاج الروبو، ندير فيه الفلفل تاعي، نقطعه هكا الى اطراف صغيره عشوائيا، ونزيد معاه ثلث سنات نتاع الثوم، وراح نرحيه، ما نرحيهش طول، نرحيه يعني يكون يبقاو لي طرف صغار، راح نعطيكم. اذا بهذا الشكل شوفوا كيفاش ترحالي. كاش راح ندير، نحكم مقله كما قلت لكم، في مقله ندير شويه زيت زيتون، ما نكثروش بزاف. نجيبو الفلفل تاعنا اللي هو حتان سخن الزيت، النار تكون هادية، ونحط الفلفل تاعي. لهنا ما نضيف له حتى إضافة، النار نخليها هادئة، نخلي حتى يبدا يطلق لي في الماء هذاك تاعو باش نضيف له الماء والفلفل الاحمر، عفوا الملح والفلفل الاحمر. هذه هي، نخليه كما قلت لكم بعد ما تمر عليه 5 دقائق نرجع لكم. لهنا بعد ما مرت حوالي 5 دقائق نضيف الملح. لازم تتبعوا الخطوات هذو باش ينجح لكم الحميص نتاعكم، لانه خدمته شحال من مره في الاعراس وكامل عجبهم. ايضا نضيف حوالي ملعقه نتاع قهوه فلفل حمار او ما يعرف بالبابريكا، ونخليه يطيب في عقله، نخلطه مليح، يعني هو ما يديش وقت كبير في الطياب، ولكن لازم نطيبوه. نطيبوه من بعد ان شاء الله نرجع لكم، راح نقول لكم شحال خذا لي من الوقت على نار هادئه. اذا الحميص تاعي راهو حضر معنا كما راكم تشوفوا، اللون اللي خذاه نحى ذاك اللون الطبيعي. خذا معايا حوالي نصف ساعه وهو يطيب لانه على نار هاديه. واش راح ندير له هنا؟ راح ندير له زيتونات خضر كما يديروا في الاعراس، ممكن ديروا زيتون اسود يعني باش تشبحوا به. عندي ايضا شويه تاع الطون تاع الزيت، ايضا نضيف شويه بهذا الشكل يعني كتزيين برك، وفي الاخير ندير لها شويه نتاع زيت زيتون غير بشويه برك، ما نكثروش بزاف، كاين اللي ما يحب زيت زيتون ما يضيفش بزاف. هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم. كما قلت لكم انا هذه الوصفه راني جربتها بزاف في الاعراس وطلبتوها مني بزاف،
يعني مالاش في اوقات العرس او عفوا الاعراس، ولكن حبيت نشارك معكم هذه الوصفه لانه تشهيتها وحبيت ايضا طلبتوها مني وشفتها في تعليق اخر مره، حبيت نجربها معكم. ايضا هنا كما راكم تشوفوا حضرت كسره رخساس، شوفوا كيفاش راهي مبسه ما شاء الله. هذه هي ان شاء الله تكون نالت اعجابكم الوصفه تاع نهار اليوم وتجربوها. اذا عجبتكم لا فيديو تاع نهار اليوم ما عليكم الا تكثروا لي من لي جام وتكومونتيو لي اسفل لا فيديو، واذا عجبتكم قناتي ما عليكم الا ديروا اشتراك ولا ابوني ولا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد نتاعي. انا بدوري راح نخلي لكم رابط مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بيا في صندوق الوصف، وراح نخلي لكم ايضا المقادير المضبوطه في صندوق الوصف. مقاليا نقول لكم شهيتكم بالصحه، نتلاقاو في عدد اخر. سلام.